فنان عزيز عبدو، هواية 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 مظبوط حبيبي. ثانك يو ثانك يو. غريبة هيك شوي سريعة وعلى الموجة، فيها كل شيء يعني من الموضة هلا والترند اللي ماشي بالسوق هلا. حبيت أعمل شيء جديد، شيء خفيف لذيذ يعلق عند الناس باللهجة العراقية. برافو. هلا عزيز أنت يعني من مش من زمان أطلقت أغنية، وهلا هذه يعني هيك عم يكرجوا ورا بعض. طبعا هلا يعني تعرف بعد هالغيبة الطويلة اللي قطعنا فيها بالكوفيد وإجاني صبي وهالخبار كلها، هلا يعني ورا بعض هلا كل 3 أشهر تقريبا غنية وكليب. إيه جهزون؟ لا عم نحضر كل فترة، بنحضر غنية بنشوف شو الأغاني الحلوة، شو اللي بقلي، شو في بالسوق، بنسمع بنحضر يعني. هيدي حاسسها هي الغنية حتى هاي يعني. يعني ان الله راد ان شاء الله يا رب، بس العالم حبينا. اثنين الشهر نزلت بالاذاعات والكليب نزل اليوم، سو الفيدباك عم بيكون كتير حلو وعم تعلي عند الناس يعني. شفت رددوا معي اليوم، سو مثل ما الله بريد. شو القادم؟ شو اللهجه؟ غنينا اول شيء قبل. غنى كل شيء انا. لا 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 من هلا مش 3 أشهر. عراقي كان غنية عراقية كثير على هلا عامل غنيتين انا كانوا هول عراقي، وهلا بنغني نرجع على الخليجي البيور خليجي، نغني مصري لبناني كل الالوان يعني. مين عم بيكون معه لعزيز او يعني باداره اعماله كتنسيق الامور يعني والترتيبات هيدي يعني اختيارات الاغاني؟ طبعا انت اكيد طبعا انت بس انه اكيد يكون معك فريق عمل. طبعا انا عندي 3 مدراء اعمال وعندي شركه الار اكس بي وراي، وعندي مستشارين كثير، في توني سابا خيي وصديقي وهو كمان ورا كل شغله يعني. كتار من الناس، وانا من نوع انا ماني اناني يعني، ماني من نوع انا خلص انا رايي هيك لازم يكون هيك، بسمع للجروب تبعي، بسمع للتيم يلي معي، عم تيم بلاير مثل ما بيقولوا. ايه نحن هون عم نشوف في ارتباط، ما بعرف يمكن او في تنسيق او سبونسر يمكن لسيران بالموضوع. سبونسر انه ميرنا يونس لسيران حبيبه قلبي اختي وهيك. في دعم يعني؟ في دعم معنوي، في دعم معنوي انه لانها اختي وصديقه وعشره عمر. طيب عزيز، قلت لي هلا الاغنيه الجاي ان شاء الله خليجيه، وشو في شغلات تانية؟ تمثيل ما تمثيل؟ هلا في ألبوم جديد أول شيء، في دويتو عربي شيء كتير كبير إن الله راد، بعلن عنه لما يصير الوقت، وفي دويتو مع حدا كتير كبير من برا بهوليوود، وفي هلا عرضوا علي مسلسلين بالتمثيل لنشوف هلا كثرة القصص. أنت مقيم هون بدبي؟ إيه أنا نقلت من شهر 1 على دبي وعايش هون. ابنك معك؟ لا ابني مع أمه بالسويد. شو اخبار الحياه وما الحياه والقصص؟ والله كله تمام، بس ما عم لحق اسم الله يعني، عم ضلني مشغول، سفر كتير، تحضير استوديوات. بس الحياه حلوه يعني، بتعرف دبي كتير حلوه. معنى عنه في تحضيرات ل او في حفلات قادمه او هيك شغلات؟ مضيت من يومين 16 حفله ما شاء الله. وين؟ بين امريكا، كندا، قطر، لبنان، اردن. ايه في تور كبير كتير. ايه تسلم حبيبي، الله يخليك. كل التوفيق يا رب. تسلم، الله يخليك. ثانك يو حبيبي. ثانك يو.